مباراة انتهى برباعية، لكن أحداث ما قبل المباراة وما بعد المباراة تهمنا كثيرا من البطولة نفسها يا خضر. نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى صحبه ومن والاه. مرة ثانية رحب بك أخ مصعب وبزميلي الأخ عاطف بركية. بإذن الله أتمنى إن شاء الله قدر الحلقة مفيدة ولي الشرف موجود معه إن شاء الله. بالنسبة طبعا لكلامك عن المريخ وزيارته لوادي حلفة، فطبعا زي ما قلت هي في بطولة كأس السودان القومي، وزيارة المريخ طبعا سفر كان يوم الجمعة ولقت رواج كبير في حلفة. شاهدنا مدى الاستقبال ومدى الجماهير والمحبين لنادي المريخ، كانت في استقبال نادي المريخ على مشارف مدينة وادي حلفة. ففي بطولة كأس السودان زي ما قلت يا أخ مصعب، هي ولو إن يعني أصبحت البطولة يعني بعد الدوري الممتاز بعد الأندية ما ترغب في مواصلتها، لكن هي بتحدث حراك دائما، خاصة لما تجي أندية زي المريخ زي الهلال ويمشي الولايات. ودي أنا أشوف اتحاد الكرة لما تعمد مثلا زي المريخ زي الهلال يطلعوا في الولايات، يمكن تعمد لأنه دي فعلا تكون فائدة أول للأندية بدل تجي هناك للعاصمة. نعم. يمكن مع الظروف والاقتصادية فالأفضل أنه تطلع أندية الغمة. فشاهدنا المريخ فعلا في وادي حلفة زي ما أقوله قبل ما أنسر الدرة دخل الملعب، شوفنا حفاوة الاستقبال وحرارة الاستقبال اللي كانت موجودة على مشارف مدينة حلفة. والآن تعرض صور على استقبال فريق المريخ. نعم. يعني ربما خرجت مدينة حلفة الجديدة على بكرة أبيها. نعم بالضبط. وهون يعني بالتأكيد حلفة كانت منه أن المريخ يجوم زي ما أقول من يوم الخميس، لكن هون جاءون يوم الجمعة وكانت ثاني يوم طبعا المباراة يوم السبت. شاهدنا الناس بالتكاتك، شاهدنا الناس طبعا بالمواتر بالسيارات الباصات. فزي ما قلت خرجت مدينة حلفة الجديدة عن بكرة أبيل استقبال نادي المريخ، لأنه فريق نادي كبير وما فيه كلام طبعا زيارته للمدينة أحدث زي ما أقول حراك داخل المدينة، حراك في السوق، حراك في المجتمع الرياضي. فكانت الناس كلها متشوقة على أساس أنه طبعا تمشي وتشاهد المريخ اللي هي كانوا يشاهدون في الشاشات يشاهدون طبعا على أرض الواقع ويكون قدامهم في الملعب. فطبعا ندى فعلا المريخ مباراة قدام أوكومام وهذا حلفة. أوكومام طبعا من الأندية المتقدمة في مدينة في حلفة الجديدة بحكم متابعته لعالم الرياضة، طبعا دائما هو في التوب.